حد هنا بيشتغل HR؟ مساء الخير. خلصي ضحك. اسمك ايه؟ شهندة. شهندة، شايفة نفسك فين كمان 5 سنين؟ والنبي ده سؤال، ده صح؟ انا اعرف منين؟ ده علم غيبة شهندة. انا لو اعرف هبقى فين كمان 5 سنين ممكن اشتغل مع الافنجرز، هكسب اكتر بكتير. وعندكم اسئلة تانية مستفزة. يقول لك باشمهندس محمد، انا ايه اللي يضمن لي انك لو اشتغلت معانا وجالك بيتر اوفر ما تسيبنيش وتمشي؟ لا، ما انا همشي. ولا انا متخلف؟ باشا انت لو جالك بيتر اوفر هتمشي. والسؤال القاتل بقى، يقول لك قول لي 5 عيوب في شخصيتك. لا، مش هقول لك. ما انا لو قلت لك مش هتشغلني. انا بشخر وانا نايم، وساعات بشخر وانا صاحي، فخلي بالك. ما تعصبنيش، صح عشان ده؟